تقرير لوكالة الأناضول منشور في 23 من أبريل نيسان من عام 2021 بعنوان انتهاكات إسرائيل للأقصى، هل تهدد اتفاقياتها مع الأردن؟ تثير اعتداءات إسرائيل المستمرة على المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة تساؤلات كثيرة لدى مراقبين عما ستؤول إليه علاقاتها مع الأردن ومصير الاتفاقيات بين البلدين، لا سيما معاهدة السلام عام 1994. وفي الآونة الأخيرة يعاني الأقصى والمصلون من اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من دون مراعاة لمسؤوليات الأردن في الوصاية على المسجد، ما دفع عمان إلى توجيه مذكرات احتجاج عديدة إلى تل أبيب لكن دون جدوى. واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل. وفي مارس آذار من عام 2013 وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين. ولطالما كان الأردن المرتبط جغرافياً وديمغرافياً مع فلسطين الفاعل الأبرز والمدافع الرئيس والمنتقد المستمر لانتهاكات إسرائيل، ورغم ذلك ترتبط عمان مع تل أبيب باتفاقيات مهمة مثل وادي عربة والغاز، وهو ما يراه البعض أوراقاً رابحة في يد المملكة للحفاظ على وجودها ودورها تجاه القضية الفلسطينية. وتنص اتفاقية الغاز الموقعة عام 2016 على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 عاماً اعتباراً من يناير كانون الثاني من عام 2020. ويملك الأردن بدائل لاستيراد الغاز ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه تجريبياً للمملكة منذ الربع الأخير من عام 2018 إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري. ووافقت إسرائيل على طلب أردني بالحصول على إمدادات ماء إضافية بعد إرجاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار لأسابيع، وذلك عقب مطالب أمريكية وضغوط داخلية عليه. وبموجب اتفاقية السلام تزود إسرائيل الأردن بنحو 55 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبرية يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان مقابل سنت واحد لكل متر مكعب. وتتسم العلاقات بين البلدين بالتوتر، وتحاول إسرائيل الضغط على الأردن عبر قضية المياه رداً على موافقة الأخيرة في فلسطين، وهو ما يرى فيه مراقبون ضرورة لصحوة أردنية تلاعب فيه عمان تل أبيب بأسلوبها عبر اتفاقيتي السلام والغاز. وفي مارس الماضي برزت أزمة بين الأردن وإسرائيل بعد محاولة الأخيرة فرض ترتيبات أمنية على زيارة لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله إلى المسجد الأقصى لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما دفع ولي العهد إلى إلغاء زيارته. وفي اليوم التالي رفض الأردن منح نتنياهو إذناً لاستخدام المجال الجوي الأردني في رحلة إلى دولة الإمارات. وقال محمد الظهراوي رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني للأناضول إن إسرائيل لا تحترم ولا تلتزم بأي مواثيق دولية، لذا فلا بد من التعامل معها بالمثل. وأضاف أن استمرار انتهاكاتها في الحرم القدسي الشريف هو محاولات خبيثة لإقصاء الأردن وتهميش دور المملكة في الوصاية على المقدسات، واستدرك لا يمكن أن تعتقد إسرائيل لحظة بأن تلك الممارسات والاستفزازات ستنال من موقف الأردن التاريخي تجاه القدس والمقدسات، موقفنا ثابت وراسخ رسوخ الجبال. وأردف أن الوصاية الهاشمية ليست منحة، فهي أمر واقع، وحذر من أن ما تقوم به إسرائيل يؤجج الصراع في المنطقة وينظر بصراع ديني
سيجرها إلى ما لا يحمد عقباه، ورأى أنه لا بد من التفافة عربية إسلامية تدعم موقف الأردن، تضع حداً للغطرسة الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالاتفاقيات بين بلاده وإسرائيل، فشدد الظهراوي على ضرورة استخدامها كأوراق ضغط على إسرائيل، وإن لم تلتزم فالحل بإلغائها فوراً ودون تردد، حفاظاً على مواقفنا وأدوارنا تجاه القضية الفلسطينية ومقدساتها. واعتبر أن خيار طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء سفيرنا من تل أبيب يجب أن يكون وارداً وأولوية للحكومة الأردنية إذا ما استمرت إسرائيل في عدوانها السافر على المقدسات. وقال محمد المومني عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني إن تمسك الأردن بثوابته تجاه القضية الفلسطينية يقض مضاجع اليمين الإسرائيلي، فهم لم يتوقعوا صلابة موقف المملكة في الدفاع عنها والوقوف في وجه انتهاكاتهم المستمرة. وأضاف المومني للأناضول أن علاقات الأردن بفلسطين ليست كعلاقاتنا بأي دولة أخرى، وتابع: نملك كل الخيارات في الرد على الاستفزازات الإسرائيلية، فعدم احترامها للمعاهدات الدولية على مرأى من العالم بأسره لن يثنينا عن استخدام كافة وسائل الضغط لإعادة إسرائيل وإلزامها بالاتفاقيات. أما أحمد سعيد نوفل وهو خبير في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، فاعتبر أنه منذ توقيع اتفاقية وادي عربة وإسرائيل تقوم بانتهاكات لهذه الاتفاقية دون أي احترام للأردن. وتابع نوفل للأناضول: البدايات كانت بمحاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك خالد مشعل في الأردن، وحادثة قتل المواطنين الأردنيين بعمان، وقتل القاضي رائد زعيتر على الجسر الذي يربط الأردن مع الضفة الغربية. وتوجت هذه الانتهاكات في الاعتداءات اليومية بالمسجد الأقصى، وهذا يتناقض مع اتفاقية وادي عربة. وأردف: لو كانت إسرائيل تحترم اتفاقياتها لما أحرجت الحكومة الأردنية بالانتهاكات في الأقصى واحترمت الوصاية الهاشمية. واستدرك: لكنها ضربت أي مسؤولية أردنية بعرض الحائط، وتهيئ للمتابع بأن الانتهاكات تتم بموافقة أردنية غير مباشرة رغم احتجاجات المملكة وإدانتها المستمرة. ومضى قائلاً: بعد الحديث عن صفقة القرن دخلت بعض الدول العربية لتنازع الأردن على الوصاية، وما تسعى إليه إسرائيل لانتزاع الوصاية الهاشمية وخلق خلاف مع الدول العربية لتوظيفه في تحقيق مصالحها. ورأى أنه على الأردن أن يتحرك جدياً ويلوح بالضغط باتفاقياته مع تل أبيب وخاصة وادي عربة. واعتبر نوفل أن الأردن أمام رأي عام ضاغط ولا يستطيع أن يبقى تحت اتفاقية وادي عربة في ظل ممارسات إسرائيل التي تحرج الحكومة الأردنية. واستطرد: كل يوم يكتشف الأردن أن حكومة إسرائيل غير ملتزمة، واتخاذ الموقف الحقيقي والجدي يبدأ من وادي عربة، ومن ثم تنتقل تدريجياً إلى الاتفاقيات الأخرى.